sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wa Allahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. الذين يجاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يجاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبات من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله ما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتبعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا عساه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن اللجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
فافزعوا يفزع لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويعرفون على الكاذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم شاء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيعرفون له كما يعرفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانشاهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يهادون الله ورسوله أولئك في الأجلين كتب الله لأولئك ورسله إن الله قوي عزيز. لتجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم.